بونجور، اليوم رح نشتغل النيميرو 14 بدرس لي فراكسيون. بقلنا بالسؤال كالكول مونتالمون، يعني بدون ما نشتغل على الكالكولاتريس. هذه فكرة جديدة اليوم، غيرها ليك الأسئلة. لي 3 سور 15 دو نومبر 50، بس تشوفوا على طول دو نومبر ونحط بديلها فوا. بصير عندكم تضربوا هيدا الفراكسيون 3 سور 15 بالنومبر 50. 3 سور 15 يعني فوا 50 ايجال، مثل ما قلنا بنضرب هون الاعداد ببعض على طول وبنخلي الزيرو، يعني 3 فوا 5 15. طيب بنحط لها زيرو يعني فوا 10 سور عنا 15. هون بنختزل ال 15 من ال 15، بس يكون عنا فوق وتحت نفس الشيء بطيروا بعض، يعني 15 ديفيز 15 بيبقى معنا هون ايجال 10. بالنسبة لتاني وحدة اللي 7 سور 10 دي نومبر 100، قلنا على طول بنحط مطرح دي نومبر بنحطه فوا، يعني 7 سور 10 فوا 100 ايجال، على طول بنضرب اللي فوق مع بعض 7 فوا مطرح ال 100. شو بنكتب ال 100؟ هي عبارة عن 10 فوا 10 سور 10. بنختزل هون 10 من 10 بطيروا بعض، بيبقى 7 فوا 10 فوا ايجال هي 70. طيب لي 4 سور 7 دو نومبر 70، بنحط هي 4 سور 7 فوا 70 ايجال 4 هوني سور 7 مطرح 70. هيدي بتكتبوا مطرحها هي 7 فوا 10، لانه 7 فوا 10 هي 70، بتطلع ايجال. بنختزل هون الستة من الستة بيبقى 4 فوا 10 فوا ايجال 40. طيب لي 8 سور 9 دي نومبر 9، كمان 8 سور 9 كلهم فوا 9، يعني نضرب اللي فوق مع بعض 8 فوا 9 اللي فوق، بنخلي ال 9 تحت، 9 مع 9 مثل بعض بيطيروا بعض، بيطلع ايجال العدد اللي فوق هو 8. اخر واحدة لي 8 سور 8 دي نومبر 17859، كمان حط 8 سور 8 فوا، حط العدد اللي معنا اياه ايجال 8 على 8 كمان بصيروا بيبقى هيدا العدد 17859.